الجزء الأخير من برنامج من بغداد، والذي سأنتقل به إلى بغداد. والجزء هذا سنتحدث به عن موضوع شغل الرأي العام كثيرا قبل فترة ليست بالطويلة، ونفهم أنه عندما ظهر مفهوم الحكومات في العالم، كانت من أولى المهمات الأساسية لهذه الحكومات هي رعاية مصالح وحقوق الناس، لأن حقوق الناس مقدسة، وبالتالي هذه الحقوق تحمى بالقوانين وبالأنظمة وبالدساتير. في العراق يتحدث الكثيرون عن الدستور وعن ضرورة حماية الدستور وعن ضرورة احترام الدستور، ولكن عندما تتعارض مصالحهم مع الدستور ينقلبون على الدستور مو 360 درجة، 3600 درجة، ويصبح هذا الدستور باطلا ويصبح هذا الدستور غير صحيح. لذلك نريد من خلال هذه الحلقة أن نبين من هم الذين يخرقون الدستور ويتعمدون في خرق الدستور ويضعون العراقيل في تطبيق الدستور. وعندما تكون هنالك خروقات إلى الدستور فإن الدولة في خطر، فإن الدستور يتحول إلى ورقة لا تضر ولا تنفع. وعندما يظهرون على وسائل الإعلام علينا أن نعرف من هو ليصدق ومن هو ليكذب، ولماذا يتم خرق الدستور، ولماذا لا تلتزم الجهات الرقابية والتشريعية وأعلى سلطة بالدولة بالدستور وبالقرارات القضائية الملزمة. يعني مشاهدي الكرام، أنا قد تظهر صورتي وقد أكون جزء من هذه القضية، ولكنني سأكون حياديا في هذا الموضوع احتراما إلى المهنة. قضية النواب الفائزين الحقيقيين بعد قرارات المحكمة الاتحادية وإعادة توزيع الكوتا النسائية، اتضح أن هنالك فائزين يجب أن يعودوا إلى قبة البرلمان وهنالك آخرين يجب أن يغادروا قبة البرلمان. هذه القضية يجب أن نتوقف عندها كثيرا، لأن هي مو قضية أشخاص بقدر ما قضية شعب. هنالك استحقاقات لناس، وهنالك برلمانيين موجودين الآن يمارسون دور رقابي ودور تشريعي ويصادقون على قرارات، وهم الآن بموجب التوزيع الجديد للمحكمة الاتحادية عليهم أن يخرجوا. هذا الملف أنا راح أناقشه مع النائبة الفائزة بالانتخابات وعضوة مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي. أهلا وسهلا سيدة نجاة. حياكم الله أخويا نجم الرباعي وكل أهلنا العراقيين. نعم. والله يحميهم إن شاء الله من وباء كورونا اللعين، والله يحفظ الدستور من تجاوزات الطبقة السياسية الحاكمة، لأنهم كلاهما وباء يقتل العراقيين. أنا أشكرك أيضا، أرحب بالخبير القانوني الأستاذ المحامي ومدير عام سابق في المفوضية المستقلة للانتخابات الأستاذ عادل اللامي عبر الهاتف. حياك الله يا أستاذ عادل. الله يحييك وشكرا جزيلا. سيدة نجاة، أبدأ من سؤال تقليدي. كما ظهر في وسائل الإعلام، أنتم السبعة الذين كان يجب أن تعودوا إلى البرلمان بموجب المادة 52 من الدستور العراقي، حتى هذه اللحظة لم يتم عودتكم. لماذا تأخر هذا الأمر، ومن يتحمل المسؤولية في هذا الموضوع؟ طبعا أخوي العزيز، بالبداية تتحمل المفوضية العليا الغير مستقلة. نعم. للانتخابات العبء الكبير أو الجريمة الكبيرة اللي أدت إلى بصراحة قتل طموحاتنا أو طموحات جمهورنا. المفروض يكون توزيع الكوتا بصورة صحيحة، لكن المفوضية اعتمدت الخواطر وترطيب الأجواء مع الكتل في اختيار المرشحين الفائزين، وهم حقيقة مو فائزين. النواب الفائزين نحن اللي تقريبا 12 واحد عددنا هم اللي فائزين احنا بأصوات حقيقية. ومن ثم بعد قرار المحكمة الاتحادية مشكورة، قرارها ملزم طبعا، اتجهنا إلى مجلس النواب تقديم طعوننا حتى نتوجه بعدها إلى المحكمة الاتحادية
لكن اليوم للأسف رئاسة مجلس النواب المتمثلة بالسيد الحلبوسي خرق الدستور اللي نص على أنه تكون الطعن في عضوية أو صحة عضوية النواب خلال 30 يوم، بعدها يتوجه الطاعن إلى المحكمة الاتحادية. لكن اليوم صار أكثر من 6 أشهر إحنا قدمنا طعوننا إلى رئاسة مجلس النواب، لكن لحد هاي اللحظة إذن من طين وإذن من عجين. إذن هنا أنا أسألك، شدنا كل الجهات المعنية. أنا أسألك هنا سيدة نجاة، أنتم أو أنت على لسان النواب الفائزين تتهمون السيد الحلبوسي بتعطيل عودتكم إلى البرلمان أو تبشية قرارات المحكمة الاتحادية أو التصويت على عضوية مجلس النواب، ما مصلحة السيد الحلبوسي في هذا؟ نعم احنا اليوم كل مشكلتنا متوقفة يم السيد الحلبوسي. اكو نواب، طبعا المشكلة هي واضحة اصبحت اليوم لكل الناس، المشكلة اكو نواب مستفاد من عندهم السيد الحلبوسي وهو الجروب مالته، طبعا اكو نواب اللي يخرجون المفروض يخرجون واحنا نحل محلهم، هذولا بالجروب مال السيد الحلبوسي، فاذا مشى الطعون مالتنا هذولا راح يخرجون وندخل نحن الفائزون، وهذا يضرب مصالحهم، ولهذا هو طبعا متكتم على الموضوع مالتنا. لكن انا عجبي على القضاء، عجبي على الجهات المعنيه اللي صاحبه القرار، يعني احنا يعني الناس السيد الرئيس الان نريد انصافنا. دوله السيد الرئيس الحلبوسي على لسانك يعني مسوي جروبات بالبرلمان ذولا قريبين عليه ويعطل الدستور من اجلهم، هيش تردين تقولين؟ بالتاكيد اخي، اليوم اللي البدلاء مالتنا كلهم بكتله الحلبوسي، يعني شلون راح يمشي الطعون مالتنا؟ احنا بالمناسبه احنا اللي مظلومين، ال 12 واحد اللي فايزين بجهودنا، طبعا ما حد زورنا ولا حد اشترانا أصوات الخارج اللي هي الطامة الكبرى اللي تغير كل خريطة السياسية، هي الأصوات الخارج ما حد وقف ويانا الناشد، يعني طرقنا كل الأبواب وعدنا خطوات قادمة، مثل نذهب إلى المرجعية العليا حتى بلكي يعني يساعدونا، وعدنا زيارة إلى الأمم المتحدة، وعدنا زيارة إلى السيد رئيس مجلس القضاء ولا سيد رئيس المحكمة الاتحادية. اليوم ما حد، بالنسبة لي أنا شخصيا زعيم سني رئيس كتلة فقط هو اللي وقف معانا، والرجل متعاطف ويانا بس ما يستطيع، لأن هو ما عنده صلاحية على مجلس النواب أو على المحكمة الاتحادية. سيدة نجاة خليني أنقل هاي التساؤلات، خليني أنقل أيضا، دعني أرحب بالأستاذ الخبير الانتخابي الأستاذ عادل لامي، حياك الله أستاذ عادل. الله يحييك، شكرا. أستاذ عادل، كانت لك جهود مشكورة ومعروفة بالتعامل مع هذه القضية من اللحظات الأولى عندما تم اعتمادك خبير قانوني في هذه القضية، وأفضت النتائج إلى ما أفضت إليه، وبالتالي اصطدمت هذه القضية بإيرادات سياسية وعطلت تعطيل تنفيذ المادة 52 وصمت الدستور عند هذه النقطة. هؤلاء النواب 7 أو 12 الفائزين، من سيضمن لهم حقوقهم؟ طبعا شكرا جزيلا. يعني هذا خلل واضح في الجهاز والنظام القضائي العراقي عندما تنتهك الدستور ويحنث اليمين مسؤولين كبار في الدولة العراقية. صدر حكم قطعي وضاق من المحكمة الاتحادية بصحة عضوية أحد المرشحين وبطلان عضوية المرشح البديل الموجود في مجلس النواب، ولم يلتزم رئيس مجلس النواب بفتح المجال لهذا العضو بإداء اليمين الدستورية بدلا من العضو الغير فائز في الحقيقة. فهذا موضوع كبير الحقيقة، وتتحمل مسؤوليته الدولة العراقية بأجمعها والنظام السياسي. هناك انتهاك كبير للدستور العراقي وانتهاك للقوانين العراقية. الدستور العراقي نص فقط في المادة 61 على 6 فيما يخص الحنث اليمين
وهو إعفاء رئيس الجمهورية في إحدى الحالات الثلاث اللي هي الحلف باليمين والخيانة العظمى وانتهاك الدستور، لكن الدستور لم ينص على الحلف باليمين وانتهاك الدستور بالنسبة لبقية الرئاسات، رئاسات مجلس النواب أو رئاسة الوزراء أو أي وزير أو أي مسؤول في أو أي عضو في مجلس النواب. الحلف باليمين جريمة كبرى للأسف لم ينظمها العراقي بقانون، لأن هذا القانون لا يصدر من أناس يخترقون الدستور ويحنثون باليمين باستمرار. زين أستاذ عادل، بالتأكيد أستاذ عادل، أن مسألة العضوية هي كانت بإهمال متعمد من مفوضية الانتخابات التي أصدرت النتائج بفوز المعترضين الآن، ولكن غيرتها بفوز الحاليين المعترض عليهم الآن. أستاذ عادل، أستاذ عادل، إذا تسمعني، الطعون ولا يعطي رقم أستاذ يعني عادل، رقم واردة للطاعنين ولا يعرضها رئيس. إذا تسمعني أستاذ عادل، الشباب بالرغم من اكتمال جلسات مجلس النواب للنصاب القانون. أستاذ عادل، الآن السيدة نجاة اتهمت السيد الحلبوسي على أنه يحابي ولديه جروبات ولا يريد أن يضر أصدقائه، وأنت في الطرف الآخر أيضا تتهم السيد رئيس مجلس النواب بالحنف باليمين، ولكن الدستور لم يعالج هذا. صرنا أمام قضية خطيرة جدا. الآن النواب الموجودين الذين هم إذا صح التعبير غير شرعيين أو يجب أن يستبدلوا، الآن يصوتوا ويشرعوا ويراقبوا ويحضر اجتماعات، الآن هل هذا يطعن بكل القرارات والتشريعات والرقابة لمجلس النواب؟ احنا عضو واحد بالمحكمة الاتحادية انقلبت الدنيا وقامت وما قعدت، بالتالي هذا كيف؟ نعم، هذا انا باعتقادي كخبير قانوني ان تستر رئيس مجلس النواب على الاعضاء المطعوم بصحة عضويتهم يعتبر جريمة يعاقب عليها وفق المادة 340 وهي اهدار المال العام، لأنهم يتقاضون رواتب لا يستحقونها. فبالتأكيد القضاء العراقي بالرغم من البطء في هكذا مسائل خصوصا بسبب تأثيرات سياسية لا يستطيع أن يحسم الموضوع بشكل سريع. كل من صدر، يعني هناك قرارات من المحكمة الاتحادية كما أشرت صدرت بصحة عضوية معترضين، ولم يسمح لهذا النائب المرشح الفائز أن يدخل مجلس النواب. أي هذا ما حصل مع السيد باسم خشان للأسف، يعني باسم خشان مسؤولية هيئة رئاسة مجلس النواب الرئيس ونائبيه، لأن النائبين أيضا ترأسوا جلسات اكتمل فيها النصاب القانوني الذي يسمح بالثلثين للتصويت على الاعتراضات المقدمة من قبل المعترضين. أنا أشكرك، خليني أرجع للسيدة نجاة من جديد. يا بقى يقول لك السيد الرئيس أنا ما يصير نصاب، ما يتحقق نصاب، ولما أخليها على جدول الأعمال الأخوة النواب يتكاتفون مع بعضهم ما يطبون للقاعة، أنا شو أسوي لهم والقانون يسمح لهم بهذا؟ شو نقول له؟ أستاذ نجم، عندنا كل الأوليات والأدلة اللي تثبت مجلس النواب عقد أكثر من 7 جلسات مكتملة النصاب. 7 جلسات كيف صوتوا على الحكومة السابقة، على الوزراء، على مصالحهم؟ بالمناسبة هذه رسالة لكل من يسمعني، نحن أصحاب حق ولن نجوز عن حقوقنا ومطالبة بحقوقنا، حقوقنا مشروعة، حقوقنا اغتصبت من نواب سارقين وجالسين اليوم بمجلس النواب، احنا من نمثل العراقيين مو اللي اشتروا اصوات من خلال المفوضية وفازوا بالتزوير. احنا راح نقيم دعوة على كل القوانين اللي صدرها مجلس النواب حيث مطعون بصحتها، لان اكو نواب مزورين وما فايزين وصوتوا على هذه القوانين. ثم من خلال هذه الفضائية أنا أبعث رسالة إلى سماحة السيد مقتدى،
أقول لك يا سماحة السيد، جماعة سائرون هم اللي يقفون أمام حل مشكلتنا، لأن أغلب اللي موجودين من النواب الفائزين اللي عددنا 12 واحد هم من سائرون، وهنالك مصالح مشتركة في رئاسة مجلس النواب. سوت اتفاقية أنه هذا الطعون مالتنا ما تمشي لأن يضررون البعض. فأنا مناشدتي إلى سماحة السيد مقتدى، أريد أن توجه جماعة سائرون بتنفيذ ما توجهه ورفع الضيم والغبن اللي وقع بحقوقنا. أنت راعي الإصلاح ودائما تناشد أنه هاي ما يصير المظلومية على العراقيين، فإحنا أبنائك وأخوتك 12 واحد نواب فائزين، لكن مقاعدنا مسروقة وأكو تستر برئاسة مجلس النواب سيدة نجاة طعوننا حتى ناخذ حقوقنا. سيدة نجاة خليني أعرض الفائزين بمكان المستبدلين مثل ما أنت بعتيها إلي. شباب إذا تنطوني بالفيديو وول انطوني الفائز اللي ممكن أن يستبدل مثل ما أنت بعتيها، انطونيها شباب. هذه الصور راح تظهر أسماءهم الآن مشاهدي الكرام. باسم خشان مكان رفاه العارضي، هذا واحد. نجاة الطائي المتحدثة مكان مضر الكروي. زينب الهيتي مكان محمد الكربولي. نعم اللي بعده صافي هادي الشمري مكان هوازن الشمري، زين ولد عم. نوران عبد الأمير مكان عمار الشبلي. يعني الآن خليني هذا أيضا محمود القيسي مكان آلاء الطلباني. بعد منو اللي بقى شباب؟ نجم الرباعي مكان علي الإمارة. هذه الأسماء، هاي الأسماء سيدة نجاة، هذه الأسماء أكو قسم يعني وراهم كتل سياسية قوية رجعوا، وبذلك أنتم هل أقمتم دعاوي معينة في القضاء العراقي لأخذ حقوقكم؟ وما هي خطواتكم المقبلة؟ أستاذ نجم، القانون نص على أنه خلال 30 يوم نقدم طعوننا إلى رئاسة مجلس النواب. زين، مجلس النواب بدوره يعرضها في جلسة رسمية ومن ثم نذهب إلى المحكمة الاتحادية. ما صارت إحنا اليوم مشكلتنا مجلس النواب، مجلس النواب ما صارت، فقمنا دعوة جزائية ضد رئيس مجلس النواب. هاي الدعوة القضائية ما تسقط، تبقى مستمرة حتى لو انتهت الدورة البرلمانية، يبقى السيد الحلبوسي هو عليه دعوة قضائية، وأملنا إن شاء الله بالله. يعني أنتوا تردون بهاي الدعوة تحاكمون السيد الحلبوسي بدعوة جزائية حتى إذا طلع من مجلس النواب؟ لو تردون مقاعدكم ترجع لكم، لو تردون حقوق جمهوركم، شنو طبيعة الدعوة اللي أقمتوها؟ الدعوة اللي قمناها الحنث باليمين انه السيد الحلبوسي ما جاي يعرض الطعون مالتنا. بس انا عندي ملاحظة اريد ابينها من خلال الصور اللي ظهرت على الشاشة، لو لاحظوا الجمهور انه كل صورة امرأة مقابلها رجل، والعكس صحيح، يعني رجل وامرأة. هي هناي المشكلة. اليوم المحكمة الاتحادية المفوضية العليا بقت نتائج الانتخابات تلاعبت بالكوتة النسوية، يعني المفروض المرأة اللي تفوز هم حلوا مكانها رجل، ولهذا احنا مطالبتنا بإعادة توزيع الكوتة. لو المحكمة الاتحادية حكمت لنا بتصحيح توزيع الكوتة لحلت النساء بدل الرجال، والعكس صحيح انه تبادل بالأدوار حيكون. لكن اليوم إذا يبقى الوضع على هذا الحال، فأنا خليني أنتقل للسيد عادل اللامي. سيدة نجاة خلينا ننتقل، بقى عندي وقت قليل. أستاذ عادل، أنت خبير قانوني وخبير انتخابي واشتغلت بالمفوضية المستقلة للانتخابات وكنت قريب من المحكمة الاتحادية، يعني المادة 52 لما ما تحققت والآخرين تضرروا بسبب عدم تطبيق الإجراءات الدستورية، بالتالي اللجوء للمحكمة الاتحادية، ليش المحكمة الاتحادية لا تنظر بطلبات من هذا النوع
على الرغم أنه الخلاف دستوري، الخلاف على مادة دستورية. محكمة اتحادية ليش ترفض النظر بقوانين من هذا النوع؟ نعم، يعني الدستور حدد وفق المادة 53، العفو مادة 52، على حدد مهلة 30 يوم أمام مجلس النواب للنظر في طلبات المعترضين. لكن مجلس النواب بالرغم من انعقاد الجلسة بالنصاب المطلوب لم يطرح الموضوع على جدول أعماله. تمام. وأقمنا دعوة أمام مجلس أمام المحكمة الاتحادية على مجلس النواب على اعتبار أن 30 يوم في حال انقضائها، وإلا لماذا حددها الدستور ب30 يوم؟ أي. تعتبر رفضا من مجلس النواب. لكن للأسف المحكمة الاتحادية ردت الدعوة بحجة أنه لم يصدر قرار من مجلس النواب. مع العلم هو هذا قرار حكمي، يعني قرار ضمني أنه النواب رافضين لهذا. بس المادة الدستورية، المادة الدستورية على جدول الأعمال، المادة هاي المسألة نعتبرها جريمة، والمسؤول عنها مفوضية الانتخابات. نعم. لأنها غيرت النتائج قبل مجيء القضاة المنتدبين، وفي البداية أصدرت النتائج أنه النواب المعترضين كانوا فائزين، بعدين غيرتها بضغوطات سياسية. ومن الأسماء اللي ذكرت معروفة من هي الضغوطات السياسية، و دليل على هذا أن المفوضية عندما أمهي عملها كافأتهم وجعلتهم بدرجاتهم، يعني أعضاء مجلس المفوضين وكلاء وزراء يستمرون بالخدمة. أستاذ عادل، مع العلم المفوضيات السابقة أستاذ عادل، هنا أنت طرحت قضية، أنت طرحت قضية خطأ. لم يسمح لنا بالتعيين بأي وظيفة عمومية إلا بعد انقضاء 3 سنوات. أكو قضية خطيرة الآن أنت طرحتها أستاذ عادل، على عدم إذا تسمح لي أستاذ عادل، إذا تسمعني أستاذ عادل، أكو قضية الآن خطيرة جدا أنت طرحتها. في الجولة الأولى بالمفوضية القديمة أيضا توزيع الكوتا كان ظالم، لما أجدت مفوضية القضاة لم تصحح هذا الخطأ. إذا هل الأمر كان متفقا عليه، كان مقصودا به تدخلات سياسية، بحيث ليش مفوضية انتخابات المفوضية القضاة لم تنتبه للتوزيع؟ هل كان بالاتفاق؟ يعني استاذ نجم، لا تحكينا الله يخليك، ليش تريدنا نزكي حتى المفوضية مال القضاة الحالية؟ الله يخليك، مو المفوضية السابقة مشهود لها بالتزوير، ومشهود منه رؤسائها وأعضائها وأصحابه أصبحوا الآن وكلاء وزارات قضوا الثمن. مو هذا، لا تخلينا نحكي ماكو تحقيق المفروض تسوي الدولة العراقية، واللي بوقت العبادي يسوي هذا ويسوون تحقيق، لكنه دفن، انه انتهاكات خطيرة تثبتها المفوضية. نعم. بالتزوير. فكيف حتى اكو محاضر وعندي معلومات من مجلس المفوضين، عندما رئيس مجلس المفوضين غير النتائج واستبعد الفائزين الحاليين المعترضين وجاب غيرهم، وما صادقوا على الموضوع معظم أعضاء المجلس. نعم. وقالوا للرئيس المجلس أنت تتحمل المسؤولية وأنت وقع الكتاب. أنا أشكرك أستاذ عادل، خليني أنتقل بما تبقى للسيدة نجاة. يعني سيدة نجاة، أنا استمعت من بعض أنه النواب اللي تسميهم أنت غير الشرعيين الموجودين بالبرلمان، وأنتم النواب الفائزين، يقول صارت هنالك حركة من أجل الترضية على مود لا يطالبون بحقوقهم. صارت وياكم هذا؟ لو هذا اتهام باطل أستاذ نجم، أبدا ما نتنازل عن حقوقنا وحقوق جمهورنا. هاي الأصوات طبعا احنا جبناها من خلال العفو، من خلال أهلنا وناسنا اللي صوتونا، ومستحيل نضحي بيها. ولهذا دليل انه اني وجودي بالفضائية واناشد واطالب واقامة الدعوة القضائية اللي موجودة، واحنا راح ان شاء الله بعد الحظر راح نعلن التكتل مالتنا اللي احنا عددنا 12 نائب فائز
نعلن التكتل مالتنا او نشتكي يم الامم المتحده ويم المرجعيه ويم رؤساء الكتل ويم يم القضاء واينما تقتضي المصلحه نذهب ونطرق الابواب. احنا اصحاب حق ونطالب بحقوقنا وحقوق جمهورنا اللي صوت لنا. احنا ما جت الصناديق مسلفنا من الخارج من تركيا ولبنان وغيرها وجابوا لنا وفوزونا، احنا فزنا بجهودنا وباصوات اهلنا الحقيقيه. زين سيده يا سيده نجاة، يعني قبل ان اختم، انتم ليش ما تروحون الى دوله السيد رئيس مجلس النواب وتقعدون وياه وتقولوا له يابا هذا حقنا الدستوري وانت معطل حقنا الدستوري على مود جماعتك، انطينا. يجوز الرجل عنده وجهه نظر اخرى يقول لك مو بيدي مو يمي علي ضغط سياسي، اقعدوا وياه ويا دولة الرئيس الله يطول عمره. استاذ نجم، حاولنا اني شخصيا حاولت اكثر من نائب من دياله، حاولت انه يصير ويا لقاء، امتنع عن اللقاء مالتنا. وبالمناسبه عند زياره السيد رئيس مجلس النواب الى محافظه دياله ظليت افتر ورا وين يروح، اروح ورا من سوالة المرشحين مالته تجمعات، فرحت وهمش لي على الطعن مالتي، همشة وحولها للقانونية، والقانونية كتبت تقريرها ورأيها الصريح انه هؤلاء النواب المعترضين هم اصحاب حق والمفروض يرجعون الى المجلس النواب. لكن المشكلة في رئاسة مجلس النواب هي من تتعمد انه تأخر طعوننا. انا قبل ما اختم قبل ما اختم هذه رسالة موجهة الى السيد رئيس مجلس النواب المحترم. انت شاب وقدرت أن تتسلق وتصل إلى موقع متقدم في قيادة الجهات التشريعية، صعب جدا أن تكتب في تاريخك غدا أو بعد غد عندما تقرأه أهلك وأولادك والأجيال أنك تعمدت في خرق الدستور من أجل عين فلان وفلان وفلانة. دائما الرجال والقادة الحقيقيون الذين يستطيعون أن يكتبوا تاريخا هم الذين يحترمون القوانين التي يكتبونها وليست القوانين التي لا يحترمونها. ما حد يفيدك إلا أن تطبق القانون من أجل هؤلاء، لأنه مهما حصل إذا كنتم اليوم لديكم القدرة بالضغط على فلان أو فلان فإن غدا قد تغيب هذه القدرة. أنا هذا أقوله لست مترجيا أو متوسلا، لكن أنا هنا من باب النصح ومن باب أنه نحن نريد أن نبني دولة. هذا الدستور الذي تعطلونه اليوم غدا سيكون هو الفيصل في محاسبة كل من قصر، والقوة ترى ما تدوم. أيضا أشكر السيدة نجاة الطاي نائبة فائزة، وأيضا أشكر السيد الخبير الانتخابي الأستاذ عادل اللامي.